عندي هنا كوب ونصف دقيق نخلته مع كوب بسكوت لوتس مطحون مع رشة ملح، ملعقة كبيرة بيكنج بودر. أخلط هذه المكونات مع بعض. نحط هنا 4 بيضات وفانيلا. شكله في قشر، أشيله. ونحط كوب سكر وأخفق هذه المكونات مع بعض لين يصير الخليط كذا يعني كريمي. أضيف علبة زبادي بحرارة المطبخ ونصف كوب زيت وأخلط بعد. عندي هنا للتزيين زبدة اللوتس، أحطه بصحن وأدخله بالميكروويف كذا 30 ثانية بس، وأحرك وخلاص. ما يحتاج أي إضافات، بصبه على الكيكة وبزينه بالبسكوت اللوتس المطحون.